عليك يا مولاي وعلى ابن أخيك الحسن القاسم ابن الحسن صلوات الله عليه. عظم الله لك الأجر يا مولاي يا صاحب الزمان، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ماء الصبا من غصنك النظري. يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر، قد غال خسف الردى بدر الهدى. فيا نجوم السماء من بعدهن تثري، حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى. من بعد إيناعه بالعز والظفر، مهذب الخلق والأخلاق امتره، كأنه ملك في صورة البشر. مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر، فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر ولكن بخد منه منعفري. إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على يا قمري. الابن الزكي يا ساعد الله قلب الصبط ينظره فردا ولم يبلغ العشر، في العمر. الابن الزكي يا مقلة فجري من الدموع دما، يا مهجة فطري، ما كنت آمل ما كنت آمل أن أبقى وأنت على يا وجه الصعيد ضجيع الصخر. ويا يا 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 الحجر مرملا مذ رأته رملة صرخت، يا سروري ومهجتي ويا ضياء بصري. بني تقضي على شاطئ الفرات ضمن، والماء أشربه صفوا بلا يا كدري. بني خلفت والدة ولها محيرة ترعى نجوم الليل بالسهري، تعالوا شوف رملش كثر وانهى
حين انقطع من جسام ظنها ياه يلومها لو داع ابنه لا ذاب القلب منها وتولى تقل والدمع بالعين سجام عمرك ما بلغ يا ابن 12 عام أفقدك وأنا ظل عقبك يا جسام عسى لا قالها الله يا مشيم تقل ربي تك وعين لطولك تريب ولا عند أيام عرسك يا ابني حسيب ما ظنيت ما حسب الدهر بيك يحريب وانصب لك بدال الفرح مأتم سعد الله قلبها تخاطب ولدها شا تقول لها تقول لها يا ابني شقول عليك يا ابني يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوة اش هالبلوى مثلها ما جرت بلوى يا ابني لعند الموز ما تذبني الذب البيك تسعى من الشهر شالت ونالت من عظيم الحمل ما نالت ابنك يم امك يم دلل جابتك وحالت ويوم البي صرت يا ابني شي يا ابني شو تقول لها تقول العادة اللي تفقد ولد واحد عندها ولد واحد يموت تموت بعدها تقول الفاجدات الفاجدات أكثرهن مخلفات وما تدري تموت أم الولد لو مات يا ابني رباي وين وسهر ليلي الفات ما تقعد يا ابني وتحاسبني يا ما تقعد يا ابني وتحايا يا زبني لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أدبوا أولادكم على ثلاث خصال على حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن صدق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تعجيل لفرج مولانا صاحب العصر والزمان ولشمولنا بخفي ألطافه وعناياته ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى فعصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد عجل فرجهم ولعن أعدائهم الإنسان كما وصى النبي صلى الله عليه وآله أبا ذر وقال له اغتنم خمسا قبل خمس واحدة مهمة لكم أنتم يا شباب شبابك قبل هرمك الشباب هذا كن تستغله تستغله في أي شيء فيما يرضي الله تعالى فيما يحب الله ليش؟ لأن هذه الدنيا مو باقية هذه الدنيا أيام وتزول فإذا الإنسان ما أعد العدة الآن ها لآخرته يروحها الآخرة شنو صفر اليدين فالإنسان لازم الآن هذه الدنيا دار ممر مو دار مقر
كم واحد منا ومنكم فقد عزيز العام وأول العام وأول العام، اللي فقد أخ، اللي فقد أخت، اللي فقد عم، اللي فقد عمة، اللي فقد جد، اللي فقد جدة، وما حد يدوم في هذه الدنيا. الكل لو كان فيه أحد يدوم لدام رسول الله صلى الله عليه وآله، لبقي رسول الله صلى الله عليه وآله، لبقي أحد. نعم. ولكن شنو؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ابني بيتك راح يطول 100 سنة، راح ندور بالكويت تحصلك بيت 100 سنة، تحصلك بيت واحد. وين البيوت اللي كانت معمرة؟ وين أصحابها؟ ماتوا والبيوت هدمت أصلا، صارت شارع، صارت ممار، خلاص انتهت هاي الدنيا. لذا الإنسان العاقل لما يشوف أن هاي الدنيا مختصرة يقول زين هذه ذا مو خالد فيها الإنسان، وراح يخلد وين؟ في الجنة أو في النار. وليس شنو نحن نقول؟ نحن نقول وليس يخشى النار محب حيدرة إذ ليس في النار من تولاه. وإذا واحد يزور الحسين سلام الله عليه فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسيني. ولكن الإنسان مرات لأنه يترك الواجب، صلاة، صيام، زكاة، حج، يترك هذا الترك راح يسبب شنو؟ إنه راح يترك أهل البيت عليهم السلام، راح يصل إلى ما يسمى بسوء العاقبة. وإحنا كلنا نسأل الله، نقول اللهم نسألك شنو؟ حسن العاقبة. نبي نموت على محبتهم، نبي نجاور النبي يوم القيامة في الجنة، نبي نزورهم. إيه نعم. فالإنسان لابد أن يعد العدة. سلمان لما توفي، سلمان الفارسي رضوان الله عليه، أمير المؤمنين دفنه، هو شنو كاتب على قبره؟ يقول وفدت على الرحمن بغير زاد. سلمان يقول أنا جاي عند الله ما عندي زاد، ما عندي أعمال. طبعا سلمان هو سلمان المحمدي، شلون ما عنده أعمال؟ بس الإنسان إذا وصل إلى هاي المرحلة يشوف نفسه مقصر، يقول وفدت على الرحمن بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. الإمام كتب، إمام كملها، قال له وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. قال حتى لو عندك زاد، أنت شايف واحد عنده زاد، واحد يعزمه يودي أكله معاه؟ لا، فأنت ضيف على الله، فحتى لو تودي معك زاد الله هم من كريم. ولكن مع ذلك الإنسان شنو يخشى من أنه شنو؟ من سوء العاقبة. كثير من الناس كانوا مع أمير المؤمنين في الجمل وصفين، تركوا الإمام الحسن وأخذوا له. ليش؟ عشان فلوس. هذا مو دين، هاي مو عقيدة. عقيدة تشترى بأموال، هاي مو عقيدة. عقيدة الإنسان لما يقول أنا معتقد، يعني اعتقادي 100% لا يتزلزل بأن عليا ولي الله. فلذا لازم الإنسان تكون عنده عقيدة. أنت شاب عندك مسألة، عندك شيء، اسأل، لا تخجل. مرات تشوفون المعممين عبالكم يعني هذا كلش، لا، روح سأله وتكلم معاه وقول له عندي مسألة وعندي كذا، وهم يجاوبونك، هاي وظيفتهم. اسأل أهل العلم، اسأل الطلبة، اسأل العلماء، اسأل المراجع. ودائما أنت كشاب لازم يكون صديقك، شوف صديقك اللي تصادقه، إذا زين خب صادقه، إذا شفت أنه يأثر عليك. لأنه دائما إذا كان يقول لك الصاحب ساحب فلينظر الإنسان من يخالل، النبي يقول. فشوف صاحبك، إذا صاحبك مخش آدمي بتعبيرنا تركه. ليش؟ لأن هذا لا راح 100% خو نفع، ما راح ينفعك، ضرر، راح يضرك، راح يضرك. طيب نعم. لذا انتخب لك صديق شنو؟ حسيني، صديق مؤمن، صديق يخاف الله. تشوف هذا راح يأثر فيك شنو؟ إيجابا، راح ينفعك هذا. نعم. فلذا الإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى صديق، يحتاج إلى رفيق في هذا الدرب. وخير الصديق من أهل التقوى، إذا كان من أهل التقوى من أهل الورع. نعم. فهذا الشباب حرام يطوفها، مو واحد يصير عمره 50-60 خلاص ظهره عورة يقول حيش أسوي، ما عندي شغل، متقاعد، أروح أصلي في المسجد. لا، من الحين روح صلي في المسجد، من الآن أحضر في الحسينيات، من الآن شنو تعلم، تعرف على أهل البيت، من هم أهل البيت، من هو رسول الله، شنو صفاته، شنو عظمته، من هو علي بن أبي طالب. وبعدين بعضهم تسألهم تقول لهم شنو أسماء الأئمة، يقول والله ما أعرف، عيب،
شو ما تعرف؟ انت مخلوق مو عشان تاكل وتشرب، لا لا، انت مخلوق عشان تعبد الله، وما في طريق لعبادة الله الا من طريق الأئمة. واذا ما تعرف الأئمة شلون تعرف الله؟ ما تعرف الله. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية في القبر. اول سؤال يسألونك بعد التوحيد والنبوة يقولك من رب، من إمامك؟ تقول له ما اعرف، ما اعرف، عيل ابقى في القبر، تاخذ لك ضغطة قبر ها واهوال القبر. لازم تقول له أئمتي عليهم السلام 12، أولهم علي، ثانيهم الحسن والحسين، بعده علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، علي بن موسى، محمد بن علي، علي بن محمد، حسن بن علي، والحجة المنتظر المهدي. شنو أصول دينك؟ قل أصول ديني أول شيء التوحيد، لأن احنا خلقنا لأن نقول كذا، شنو أن لا نشرك بالله، نقول بأن الله واحد، هذا أول أصل، هذا أصل الدين. لو ما في هذا الأصل ما كلها صلاة لا صيام لا زكاة. أول شيء ثبت شنو الأصل وهو التوحيد. إنزين هذا التوحيد، هذا الإله اللي إحنا وحده، عادل ولا معادل؟ عادل. ليش؟ لأن المؤمن والمحسن ودي وين؟ الجنة. والمسيء النار، أو كيف الله بعد كيف يودي النار يودي الجنة كيف؟ بس شنو المؤمن الصالح وين؟ الله وعد وين يودي؟ الجنة. زين، وهذا الله سبحانه وتعالى شنو بعث حق الإنسان حتى يرشدونهم؟ أنبياء، هذا الأصل الثالث. وبعد الأنبياء منو كمل هاي المسيرة؟ الأئمة، هذا أربعة. وزين نهاية هذه الدنيا شنو راح يكون عندنا؟ معاد، معاد مع الله سبحانه وتعالى، يسألنا ايش سويت وما سويت. هذه هذه أصول الدين. هاي الأصول الدين بعد أن تتم عند الإنسان وتصير واضحة عنده تبدأ الفروع. اسمه فرع، إذا ما عندك أصل ما تقدر تبني عليه. أول شيء حط القواعد مالت البيت، بعدين ابني على البيت. أول شيء أصول الدين، حط الله سبحانه وتعالى اللي هو كلف الإنسان، بعدين قل كلفه بالصلاة، هذه يسمونها فرع الدين. صلاة، صيام، زكاة، حج، خمس، جهاد، أمر معروف، نهي عن منكر، التولي لأولياء الله، التبري من أعداء الله، هذه يسمونها فروع الدين. هاي كنت تحفظونها. واحد يقول والله أنا الحين عمري بالعشرينات وليحي محافظهم. لا احفظها أخو، احفظها. شنو يبي لها؟ اكتب أصول وفروع الدين. شنو هي أصول فروع الدين؟ هنا بسيط القضية. نرجع للرواية، يقول أدبوا أولادكم على ثلاث خصال. أنت اليوم شاب، باكر راح تكون أبو، وبعضكم الحمد لله آباء. شنو وظيفتك؟ يقول أدبوا أولادكم على حب منه نبيكم، بينوا للناس من هو رسول الله. تقولهم رسول الله خلق من نور الله، رسول الله وين مكانه؟ في أعلى عليين. ايش نزله بالأرض؟ حتى يهدينا، حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور. الزهراء في خطبتها تقول وكنتم على، تخاطب أهل الجاهلية. أهل الجاهلية شو كانوا يسوون؟ يأكلون الدم، لحم الخنزير، سفك دماء بينهم، يعني ما في حرمة، يطوفون حول البيت عرات، ما في أي قيم أي شيء. لذا الله يبعث الأنبياء. ليش؟ لأن الأنبياء هم اللي يعطون حق الإنسان قيم أخلاق. تقول وكنتم على شفا حفرة من النار، نهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، يدوسون عليكم، تشربون الطرق. طرق تدري شنو؟ هذا الماي اللي تبول فيه أجلكم الله الإبل، ماي ثابت على الأرض قليل، تبول فيه الإبل يشربونه، ما في ماي لنا قحط. تشربون الطرق وتقتاتون القدة، اللحم المقدد يسمونه، يطلعونه ينشفونه بالشمس، والورق أذلة خاسئين، فأنقذكم الله بأبي محمد بعد اللتي والتي. أي نعم، هذا رسول الله. إذن رسول الله من الله، الله من علينا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي شنو؟ ضلال مبين. كان الناس في ضلال مبين، بس الله أخرجنا بمن؟ برسول الله من الظلمات إلى النور. هذا الاسم اللي أنت تذكره على اسمك بالصلوات عادي تقرأ، الإمام الصادق يعرف من هو. يقول الإمام الصادق إذا بس يذكر اسم رسول الله على لسانه يخضر لونه ويصفر، يعرف من هو رسول الله. أنا وإنت ما نعرف، هو لما يقول رسول الله يقول يعني يمكن الإمام يرتجف حينما يذكر اسم رسول الله. عظيم هذا، هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا النقطة مهمة، كون تعرفون أبنائكم أخوانكم من هو رسول الله.
هو سيد الخلق، ما في أعظم منه في الوجود كله كله، ما في أعظم من رسول الله. سألوا الإمام علي أنت أفضل أم رسول الله؟ قال أنا عبد من عبيد محمد. بعدين يقول له وعلى حبي، شوف قال على حبي نبيكم، ما قال وآل نبيكم، لا وحبي آل نبيكم، يعني هذا حب وهذا حب، يعني ثلاث أقسام عندنا، مو قسم واحد النبي، لا لا، عشان يبين أنه ترى ها مو تبت تلحقون أهل البيت بالنبي، لا لهم محبة خاصة. إيه مثل ما النبي يقول اللهم إني أحبه فأحبه عن الحسن، أحب الله من أحب حسينا، لازم تحب الحسين. وإذا الشيعي ما يحب، إذا واحد مؤمن ما يحب علي بن أبي طالب بعد هذا خلق، أو إذا في عاقل في على وجه الأرض ما يحب علي بن أبي طالب يروح ينتحر أحسن له، لأن هذا أي واحد تذكر له علي بن أبي طالب شنو يتعلق به؟ علي بن أبي طالب بعد هذا حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله. فتعلمونه حب أهل البيت عليهم السلام. وشلون تحبون أهل البيت؟ أول شيء لازم تعرف من هم أهل البيت، أين عاشوا، أين استشهدوا، شنو مواصفاتهم، أخلاقهم، رواياتهم. اقرأ، ثقف، ثقف، اقرأ كبداية، اقرأ كتاب منتهى الآمال، منتهى الآمال للشيخ عباس القمي نفسه من مفاتيح الجنان، عنده كتاب هذا سيرة الأئمة، اقرأوا كامل حتى تعرفون إمام إمام من هم الأئمة عليهم السلام. ولازم في هذا الزمان بالخصوص ترتبطون بمن؟ صاحب الزمان سلام الله عليه. ليش؟ لأن هذا إمامنا. إحنا إذا في سفرة في بيتي وبيتكم، وإذا في طعام في بيتي وبيتك، وإذا في خير ببيوتنا، وإذا السماء مستقرة، وإذا الأرض باقية، وإذا الرحمة منتشرة، وإذا البركات موجودة، فهي ببركة وجوده. إيه؟ فأنت دائما تذاكر، ابحث عنه، روح اكتب فالإمام المهدي عليه السلام، شوف من هو الإمام المهدي. بس أخذ من أهل البيت، مو روح تأخذ من هني وهناك، لأن عند الشيعة الإمام موجود حي، عند غيرنا يقول لا الإمام ما ولد. بس في من علماء العامة السنة يقولون بأن الإمام ولد، في بعضهم مثلنا وفي بعضهم لا، الأكثر مخالف، لا الإمام موجود. ليش؟ لأن إذا الإمام موجود النبي يقول إني تارك فيكم شنو؟ ثقلين، كتاب الله وعترتي أهله، وأنهما لن يفترقا. زين إذا القرآن موجود وين الثقل الثاني؟ يقول ما يفترقون ليوم القيامة، وين الثاني؟ موجود خو. أي واحد هذا؟ هذا اللي تتنزل عليه الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، شنو؟ هذا اللي تتنزل عليه الملائكة. على من تتنزل خو الملائكة غير تنزل على أحد؟ هو الحجة صلوات الله عليه. فتعلق بهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث اللي مهم جدا مهم جدا مهم جدا، القرآن الكريم. هذا القرآن كلام الله ترى، مو كلام النبي، كلام الله. النبي فقط ألقاه على قومه، يعني هذا التركيب اللي تشوفون الكلمة إنا أعطيناك الكوثر، هذا الله يقول إنا أعطيناك الكوثر. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى، شفاء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإحنا نفتح القرآن ونقرأ يا أيها الذين آمنوا، كان يكلمك الله، عيش الدور، مو أنت تقرأ أن هذا مال ألف سنة قبل، لا لا، هذا القرآن متجدد إلى أن يظهر الحجة سلام الله عليه. فالله كل يوم يقول يا أيها الذين آمنوا، يكلمك الآن. فأنت أقرأ القرآن، تقول والله صعب ما أعرف اليوم، ما شاء الله أنتو تويتر وإنستغرام هاي كلها تعرفونها، هاي ما تعرفونها، نفس الشيء نزل لك برنامج مال القرآن، هو يقرأ وانت تقرأ وراء، انحلت المشكلة ولا ما انحلت؟ حلت. خطة صعب ما نعرف له، نقش عثماني أدري صعب، بس شنو؟ هناك وسائل موجودة، مثل ما تشغل يومك كله بهاي البرامج اللي بالتلفون، اشغل نفسك نص ساعة ربع ساعة في قراءة سور من القرآن الكريم. القاسم صلوات الله وسلامه عليه أبرز صفة من صفاته اللي نذكرها الليلة هي انقطاع لحجة الله. قاسم حبه في الحسين، أنت لازم يكون عندك حب في الحجة عليه السلام، في الإمام المهدي، بحيث تحب تنصره، تحب أنه تفني نفسك حتى شنو يبقى هو صلوات الله عليه. القاسم شاف غربة ووحدة الحسين صلوات الله عليه، مع أنه صغير 12 سنة 11 سنة ما أدري هالعمر، يعني شنو؟ يعني فقد أباه الحسن مسموما عمره كان سنة أو سنتين، يعني منو رباه؟ الإمام الحسين عليه السلام. فهذا القاسم على صغر السنة شاف الحسين
زين على صغر سنه جاء للامام قال له انا بيقاتل. شلون يقاتل 11 سنه وهؤلاء شنو مدرعين مدججين ابطال وخيول وجيش؟ ما همه، المهم انصر الحسين شلون ما كان. انت كذي لازم تكون عندك عقيده صلبه بالامام. شاف الحسين ينادي ألا من ناصر ينصرنا، ألا من ذاب يذب عن آل رسول الله. انكسر قلبه، جاء للحسين. الحسين لما يشوف القاسم يتذكر الإمام الحسن لأنه يشابه أبو الحسن، شافه وتذكر أخوه المسموم وقال الآن هم من يقتل القاسم، يعني كأن الحسن قتل مرتين وما يتحمل ما قبل. راح عند أمه عندها كتاب، شاف الكتاب القاسم وإذا به: بني قاسم إذا حضرت في أرض كربلاء ورأيت عمك الحسن وحيدا فريدا لا ناصر وله ولا معين. شو تسوي؟ يقول فانصره ولا تقصر في نصرته. الله. جاء للحسين، الحسين شاف خط الحسن تذكر أخوه بكى همان سلام الله عليه، انكسر قلبه. نعم لبسوا شنو لباس الإمام الحسن، جاءوا بصندوق فتحه لباس الإمام الحسن لبس القاسم. الله. الآن قاسم وين يريد أن يخرج؟ ها جاء يستأذن الحسين يقول جاسم بزغ من برج المخيم وشعب الكون مثل البدر لو تم. نعم أقبل لعد عمه ودمعه تهل يريد يرخصه وعلى القوم يحمل. من شاف العزيز حسين مجبل تحسر وبوجه جاسم تبسم. هني الإمام سأله الله شي يقول له؟ يقول له يا ضوى عيوني يا جسام يا عمي ليش طالع من الخيام؟ أخافاً أخافاً تنكتل يا مبدر التام وانت وديعتي المذبوح بالسم. انت وديعة من الحسن. يقل لا ودمعتك السيل تجري يا عمي ذاب من الهضم صدري يا عمي ذاب من الهضم صدري اي ما اريد العمر عسني لا عشت والعمر يسلم. ما اريد اعيش ابو عبد الله وانا اراك بهذه الحاله. يقل لا رد للخيم يا زهرة خيمك يا عم وظلت جي لبن عمك. أخاف يا عم بجتلتك لا تفجع أمك عليها لو متت فرقاك يزحم. أمك ما تتحمل يا قاسمها ارجعها. يقل شلون أسدر للصواوين وشوف انك وشوف انك وحيد وما لك معين اريد الحق عمامي اليوم يا حسين يا عمي من الولم كبدي تورم ما اتحملها. نعم جذب حسره يا ويلي وسال دمعه وداريد على طواقه يودع ضمها بجو لما انتهاوا على الوسعه كانون الفراق اشتعل وضرم. نعم بكيا الى ان سقطا على الارض. ولكن قبل ما نخرجها بقاسم ونذكر مصيبه قاسم أبي أذكر شنو نبي نزف قاسم كلنا الليلة من غير لطمها. بس أبي معاك شنو تكمل معاي بس القصيدة ها كلنا حافظينها. يما ذكريني من تمر زفت شباب من العرس محروم وحنتي دم المصاب شمعة شبابي
من يطفوها حنتي دمي والجفن ذار التراب. يما ذكريني يما ذك ما اسمع صوتك. اب من ثدي النيبه راضع بصاف الحليب وبهالشهاده صار لي قسمه ونصيب. حافت بدمي خلي نشروه حافت بدمي حنتي دمي والجفن ذار التراب. يما يواسي الإمام الحسن ها بيوم المبارك أصبح الدين شهيد وافزع العمي من يظل بالطف غريب. رملة بمصابي خلي واسوه رملة بمصابي حنتي دمي والجفن ذار التراب. يما ذكريني أهلي وصاني بالوفا يوم الطفوف من دم وريدي يصبح خضاب الجفوف. هذه وصيتي يلتسمعوا هذه وصيتي حنتي دمي والجفن ذار التراب. يما ذكريني دهري يتمني والتزم عمي برباي ما أعز عنه مهجتي وروحي ودماي. رملة بمصابي خلي فجعوها رملة بمصابي حنتي دمي حنتي والجفن ذار التراب. يما ذكريني من تمر. نعم لما أراد أن يخرج القاسم ها ضمه الحسين إلى صدره أراد أن يخرج وإذا بسكينة جاءتها رملة زينب ويلي للزمة ترجع بس كان وعمته بحلقة شمة ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي أمه يا ابني يا جاسم هالوكيت حيلك العمك ضمه لهاليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني. شسوها هز الرمح والجنه يا والد ادعي لي عمي وحيد بكربلاء المن اضم الحيلي. إيه انت وعمتي زينب لما اغير نخولي اوصيك يا والد اوصيه تسمعين لفظ جوابي. شبال لو شفتيهم بلد ذكر شبابي محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي. عطشان انا يا والده وقت الشرب ذكريني. نعم برز القاسم وهو يقول ان تنكروني فانا نجلل صبط النبي المصطفى والمؤتمن. ها
هذا حسين كالأسير المر بين أناس لا سقوا صوب المزن. نعم قاتلهم قتال الأبطال عقب ما يد بالفرسان فعله قطع شف المني شراق نعله قعد يلويه والأزدي قصد له طبر راسه وعليه العسكر التم. الله التموا عليه شي يسوونها. هذا يضر هذا يشهر السيف ويضربه وهذا فوق صاويب يضربه وهذا ينكث الزان على صدره وهذا للرمي بجسمه يتعلم. صاحب صوت لي اسرع يا عمي تراني تخضبت من فيض دمي يا عم من الطبر خذمه وجسمي ولا بقى عظم سالم ما تكسر. الله نعم جاءه الحسين لفاهمن الميدان عم لقى مطروح ومعفر بدمه نضلوع عليه وقعد يمه يشمه وعن خده يمسح التراب بأبي هو وأمي يقول له يا عمي شقالت من الطبر روحك يا عمي ما تراويني جروحك لو نبقى يا عمي جنت نوحك بدمع مثل الغضا وبدمع محمار. بجا ونادى يا جاسم اش بيدي يا ريت الموت قابلك حز وريدي هانيلكم تخلوني وحيد على خيامي يا عمي الخيل تفتار. نعم جاء به الحسين حمله صدر على صدر الحسين ورجلاه تخطان بالأرض يعني الحسين ما عنده حيل يشيل القاسم والإجابة ومدد ما بين أخوه بجاعدهم يا ويلي وهم موت لما نسمع عن النسوان صوت اجت سكنة تصيح الله أكبر مبارك بين 70,000 جابوك بدال الشمع بن الشاب زفوك عن الحنة بدم الراس حنوك. الله نعم هذه الأبيات وأسألكم الدعاء وأعتذر من الملة أخاف أخذنا وقت. نعم أبيات الدعاء كأني برملة جاءت عند ولدها تبكي عندها تقل لي يما جاسم ما إجل صار على بالي يما جاسم موذر تريد لي تالي يما جاسم ما تجاوبني يا غالي تقل له يا ابني خل اقلب بيدي جسمك تقل له يا ابني قل لي يا جرح اللي يألمك تقل له يا ابني دمعي يجري ويا دمك يا ابني وصفه يا جمال الهاشمية يا ابني وصفه جسمك مقطع رمية يا ابني وصفة وراسك على السمهرية يا شمعتي كانت بليلي زهية
يا شمعتي شلون اعوفك على الوطيه، يا شمعتي عليك نوحا للمنيه، يما جاسم زفتك زفت منيه، يما جاسم حنتك هذه بديه، يما جاسم محنة بيد مو مرزية، تقل لو حييت وعز عند من العذيبي، وردك ذخور يا ولياد المشي بي، ما حسبت بيك يشح نصيبي، وظل أسحن صبر فرقايا، يا كويلهم إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري.